إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال الحبيب، فيأتوني فيقولون يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقوم الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي وروحي ويقول نعم أنا لها أنا لها أنا لها. قال فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لله جل وعلا، ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فينادى علي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليك يا رسول الله، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل نبي مر